مرحبا، رح نتابع معكم بالقسم الثالث من اليونت الثانية في المستوى الأول آبير. عنوان هذا القسم نيردة. أي شهير ده في المدينة. نيردة سين إف دايم كيم سن ديل. نيردة سين أين أنت؟ إف دايم في المنزل. كيم سن من أنت؟ ديل ليس. نيردة سين إف دايم أنا في البيت. بان أورينجيم أنا أكون طالب. سان إشتمسن هل أنت في العمل؟ إفت إشتيم نعم في العمل. هير إشتي ديلم لست في العمل. تمرين الأول أشرك يرير ليري رسم لا لا إش لاشترلم، يعني نوصل الأماكن أسماء الأماكن الموجودة هون بالصور موجودة في الأسفل. أول شيء إكزاني. الإكزانة هي رقم سكيز. إكزانة صيدلية. قصب القصاب محل اللحام. أوج ويمجو صائغ يدي. هستانة مشفى. أم خضار بيش أو دكان خضار. بستانة يعني مركز البريد بير. كافيه مقهى. أوتل مازا محل. أونيكي شارع. أمبير كوفر مصفف شعر. أوندورت بارك حديقة. أونج بستانة بائع المعجنات يعني دكان المعجنات. أمبش فرن الفرن اللي بنخبز فيه. دوكوز أوتيل إيكي ماركت. أونالت بانكا البنك. دورت نرجع نقراهم ومترجمهم للكلمات. إكزانة صيدلية. قصب قصاب. كويونجو صائغ. هستانة مشفى. مناف دكان الخضار والفواكه. بستانة مركز البريد. كافيه مقهى. مازا دكان. سوكاك شارع. كوفور كوفيه مصفف شعر. بارك حديقة. بستانة بائع المعجنات يعني الجاتو والبيتفور مع بالإضافة إلى باقي المعجنات. فرن فرن. أوتيل أوتيل. ماركت سوبر ماركت. بنكا البنك. أكوما القراءة. ديالوج لارو أكويلم لنقرأ الحوارات. كيم كونشيور من يتكلم. رسم لرن ألتنا يظلم لنكتب تحت الصور. نيردسن المحادثات بعنوان بعنوان أين أين أنت. أول محادثة. أصل مربى مهمت نصلصل مهمت إيا
Aslı. Sen nasılsın? Aslı işteyim, fil amel. Çok yoğunum, kdir meşgule. Sen neredesin? Aynı ent? Ben de işteyim, ve ana aydan fil amel. Görüşürüz, Aslı, görüşürüz. Ali, selam Cem. Neredesiniz? Aynı entum? Cem, selam Ali. Can kafedeyiz. Nahnu fi makha Can. Ali, orası nerede? Hun, when? Cem, Taksim 7. caddede. Fı Taksim, şari rakam 7. Ali, siz kaç kişisiniz? Kem şahıs entum? Cem, 2 kişiyiz. Nahnu şahsan. Mine de burada. Mine kezalek huna. Ali, tamam. Orada görüşürüz. Nahtaki huna. Zehra, merhaba Ayşe. Ben okuldayım. Sen okulda mısın? Ana fil medrese. Hel enti fil medrese? Ayşe, merhaba Zehra. Hayır, okulda değilim. Lestu fil medrese. Evdeyim, fil menzil. Zehra, neden? Limada? Hasta mısın? Hel enti marida? Ayşe, evet, çok hastayım. Naam, ana marida ktir. Zehra, geçmiş olsun. Aleyke afiye. Ayşe, sağ ol. هون رح نكتب الأسماء تبع الأشخاص تحت الصور. هاد مين؟ هاد محمد مشغول بالشغل. ويلي بالسيارة علي. كمان أصلي بالشغل. هاي المردانة عائشة. هون جيم اللي كان عم يحكي معه علي. وهي زهرة. رسالة صوتية. هون السؤال هاد بحسب النصوص. أشادكي جملالر دورو إسا دي يندش إسا يه يظلم. يعني إذا كان الجمل التي في الأسفل صحيحة بنكتب دي، وإذا كانت خاطئة بنكتب يه. أصله çok yoğun. أصله مشغولة جدا. دورو. علي هستا. علي مريض. يندش. عائشة أكلدا ديل. عائشة ليست في المدرسة. دورو. محمد وأصلي اشتلر. محمد وأصلي موجودين في العمل. دورو. علي ومينة تقسيم ديلر. علي ومينة موجودين في التقسيم. يانلش لأني جيم ومينة هن اللي موجودين في التقسيم. القاعدة الأولى في هذا القسم. اسم جملة لي. الجملة الاسمية. الجملة الاسمية بتكون بالشكل التالي. أي جملة لا تحتوي على فعل فهي جملة اسمية. الجملة الاسمية لها أربع أشكال. قلم لو الإيجاب أو المثبت. قلم سوز النفي. قلم لو سرو السؤال المثبت. قلم سوز سرو السؤال المنفي. قلم سوز يعني النفي اللي بيحتوي على أداة نفي. وقلم لو سرو يعني هو السؤال الذي لا يحتوي على أداة نفي. قلم سوز سرو هو السؤال الذي يحتوي على أداة نفي. الجملة الإسمية لواحقة بتجي بالشكل التالي. أول شيء عندنا الضمائر هن بان وسان وأو بيس سيس انظر. بان انا. سان انت او انتي. او هو او هي. بيز نحن. سيز انتم. انظر هم. القاعدة بتجي على الشكل الثاني.
أول شيء بنحط الضمير، ضمير أرت كلمة، الكلمة أو الاسم. بعدين بنحط لاحقة الضمير اسمها ضمير إكي. لواحق الضمائر هي بالشكل التالي: البان تأخذ مع الكلمة، يعني بنحط مع الكلمة يا إما إم في حال كان آخر حرف صوتي بالكلمة إي أو إي، أو أم إذا كان آخر حرف صوتي في الكلمة آ أو أ، أم إذا كان آخر حرف صوتي في الكلمة أو أو أو، أم إذا كان آخر حرف صوتي في الكلمة أو أو أو. سن على نفس المبدأ: سين، سن، سن، سن. نفس قصة البان، إذا كان آخر حرف صوتي في الكلمة أ أو إي بيكون سين، وإذا كان أ أو أ بيكون سن، وإذا كان أ أو أو بيكون سن، وإذا كان أو أو بيكون سن. الأو ما بتاخد لاحقة. البيز، أز، عفوا إز، أز، أز، أز. سيز، سينيز، سنز، سنز، سنز. والأملار تأخذ اللاحقة لار أو لي، مثل قاعدة الجمع اللي أخذناها بالوحدة الأولى. الأمثلة: أول شيء بالنسبة للأولملوك، بان أريت منم، هون الضمير، بعدين الكلمة اللي هي أريت من، وآخرتها كانت آخر حرف صوتي موجود فيها هو الأي، فبتكون اللاحقة إم. سان أريت من سين، أو أريت من بيس، أريت منس، سيز أريت من سينيز، أونلار أريت من لار. بان أريت منم صارت ترجمتها أنا أكون معلم، سان أريت من سن أنت معلم، أو أريت من هو معلم، بيز أريت منس نحن معلمون، سيز أريت من سينيز أنتم معلمون، أونلار أريت من لار هم معلمون. هاي الصيغة للأولوملو يعني المثبت. رح نجي على صيغة النفي، كيف بتكون؟ رح نحط الضمير، بعدين الكلمة، بعدين أداة النفي اللي هي دايل، بعدين لاحقت الضمير اللي حكينا عنهم ما بتغيروا، بس هون دائما لاحقت الضمير رح تجي بشكل الإي، يعني إم سين وهيك، لأني آخر حرف صوتي موجود بكلمة دايل هو إي، فبالتالي دائما بلاحقت الضمير رح ياخد إي. مثال: بان أريت من ديلم، سان أريت من ديلسن، أو أريت من ديل، بيز أريت من ديلز، سيز أريت من ديلسنز، أونلار أريت من ديلر. يعني بان أريت من ديلم أنا لست معلم، سان أريت من ديلسن أنت لست معلم، أو أريت من ديل هو ليس معلم، بيز أريت من ديلز نحن لسنا معلمين، سيز أريت من ديلسنز أنتم لستم معلمين، أونلار أريت من ديلر هم ليسوا معلمين. هاي بالنسبة لصيغة النفي.
السؤال المثبت يعني السؤال الذي لا يحتوي على أداة نفي بتكون بالترتيب التالي: الضمير، الكلمة، لاحقت السؤال نفسه اللي أخذناها باليونت الأولى اللي هي رح تكون سروقك يا أما مي أو م أو مو أو مي. بعدين لاحقت الضمير ضمير إكي. بان الضمير، قلت مان الكلمة، مي لاحقت السؤال، واليب حطينا هون الياء حرف حماية لأنه لاحقت السؤال انتهت بحرف صوتي ولاحقت الضمير بلشت بحرف صوتي، فصارت بان قلت مان ميم، سان قلت مان ميسن، أو قلت مان مي، بيز قلت مان ميز. كمان بالبيز حطينا حرف الحماية ي. ليش بالبان والبيز فقط؟ لأني بالبان والبيز اللاحقة تبع الضمير بتبلش بحرف صوتي، فبالتالي حرف الحماية بين لاحقت السؤال ولاحقت الضمير بنحطه بس بالبان والبيز. سيز أريت مان ميسينز، أونلار أريت مان لار مي. بالأونلار بحالة السؤال بنحط لاحقت الجمع بعدين بنحط لاحقت السؤال، وإذا حطيناها ميلار كمان بتكون صحيحة، يعني الطريقتين صحيحات. صارت الترجمة: بان أريت مان ميم، هل أنا معلم؟ سان أريت مان ميسن، هل أنت معلم؟ أو أريت مان مي، هل هو معلم؟ بيز أريت مان ميز، هل نحن معلمون؟ سيز أريت مان ميسنز، هل أنتم معلمون؟ أونلار أريت مان لار مي، هل هم معلمون؟ هاي بالنسبة للأولملو سلو، هيك كانت سيرته. هلا أولم سلو يعني السؤال الذي يحتوي على أداة نفي اللي هي دي، صيغته بالشكل التالي: كمان ضمير، كلمة، لاحقت النفي، اللي هي ديل، بعدين لاحقت السؤال، بعدين لاحقت الضمير. كمان هون لاحقت السؤال دائما بتكون بشكل مي لاني اخر حرف صوتي بكلمة الديل هو اي، لهيك دائما بياخد حرف الاي باللاحقة. بان قلت مان ديل ميم، هل أنا لست معلم؟ يعني ألست معلم ترجمته. سان أريت مان ديل ميسن، ألست أنت معلم؟ سان أريت مان ديل ميسن، ألست أنت معلم؟ أو أريت مان ديل مين، أليس هو معلم؟ بيز أريت مان ديل ميز، ألسنا نحن معلمون؟ سيز أريت مان ديل مسنس، ألستم معلمون؟ أونلار أريت مان ديل لار مي، أليسوا هم معلمون؟ هيك الجملة الإسمية بتكون خلصت. إذا نعمل مراجعة بسيطة، مثل ما حكينا عنا أربع أشكال: أول شيء الأولملو المثبت، صيغته بتكون ضمير، الكلمة، ولاحقت الضمير. الأولمسوس النفي، ضمير، الكلمة، أداة النفي دين، لاحقت الضمير اللي دائما بتكون بالإي.
ضمير كلمة سرقتي، لاحظت السؤال، لاحظت الضمير، ضمير اكي. قلوس السرور، السؤال المنفي، ضمير الكلمة أداة النفي دين. لاحظت السؤال، تكون بشكل مي دائما بهاي الحالة، ضمير اكي، لاحظت الضمير. هاي هي الجملة الاسمية.
Sizsiniz. Ben çok yorgunum. Ana mutab cidden. Sen yorgun musun? Kardeşim bugün evde değil. أخوي اليوم ليس في المنزل. أكل دا في المدرسة. عرفنا أنه نفي من كلمة أكل دا. سام سيكولوج. سيكولوج طبيب نفسي. مسن. سيز هير جن كتب خاندة ميسن. سانجا بيس بشارل ميز. هل أنت برأيك نحن ناجحون؟ هاي الجملة سيز هير جن كتب خاندة ميسن. هل أنت كل يوم في المكتبة؟ سؤال رقم 7. أشهدكي سرولاري جفاب ليغن. هاي رح تكون وظيفة رح أشرح لكم عنها. أنتوا بتكونوا تجاوبوا على هدول الأسئلة بحسب شخصيتكم أنتوا. سان نيريسن من أين أنت؟ مثلا بان سوريالي. إيفلي ميسن هل أنت متزوج؟ هايير إيفلي دي. سيز تركيا دامسنز هل أنتم في تركيا؟ إيفيت تركيا دايز. يورغون موسون هل أنت متعب؟ إيفيت يورغون. درستن سورا بوش موسون هل أنت متفرغ بعد الدرس؟ إيفيت بوشون. نعم متفرغ. بو أكشن نيردسن أين أنت في هذا المساء؟ إيف دايم في المنزل. ممكن يكونوا منحطين الضمير بس لاحقت الضمير بتدل على أنه الحكي لسان. تشالشكان مسن هل أنت مجتهد؟ إيفيت تشالشكان. أتش مسن هل أنت جائع؟ إيفيت أتشم. كاتش يشندسن كم عمرك؟ يرمي إكي يشندين. هستا مسن هل أنت مريض؟ خير هستا ديلم. على نمط اللي حليت رح تحلوا بس بمعلوماتكم الشخصية. دينما أول شيء عنا هذا التمرين رح نحله وبعدين بشرح لكم على نص الدينما. أشهدكي صفاتları zıt ve olumsuz anlamları ile eşleştirelim. لنوصل الصفات التي في الأسفل بالنفي والضد، المعاني النفي والضد لإلها. مثلا عنا أزك بعيد، بوش فاضي، تمبل كسلان، دانك مبعثر، ديكاتسز بدون انتباه، هزلي سريع، سيسيز بدون صوت، ساكن هادئ، جنش واسع، كتو سيء، فقير فقير، ياشلي مسن، تشيركن بشع، أجوز رخيص، أونمسيز بدون فائدة، جوتسوز بدون قوة، كبا فظ. جسور شجاع، زور صعب، متسوز بدون سعادة. هدول اللي بيحتوي على لاحقة السيز هن ألمسوز، كلمات ألمسوز، والباقي بنسميهم ضد ألم. أول شي عنا يافاش عكسه هزلي،
Pahalı, gali, aksa, ucuz. Güçlü, kavi, aksa, güçsüz. Dar, dayık, aksa, geniş. Sinirli, asabi, aksa, sakin. Güzel, cemil, aksa, çirkin. İyi, cayyed, aksa, kutu, seyyi. Çalışkan, müştehed, aksa, tembel. Korkak, ceben, aksa, cesur. Mutlu, sa'id, aksa, mutsuz. Düzenli, murattab, aksa, dağınık. Kibar, ekaber yani, aksa, kaba. Genç, şeb, aksa, yaşlı, musun. Kolay, sehel, aksa, zor. Zengin, zengin, aksa, fakir. Dolu, mumtele, aksa, boş. Önemli, mühim, aksa, önemsiz. Konuşkan, mutahaddes, av gerrar, aksa, sessiz. Dikkatli, muntabeh, aksa, dikkatsiz. Yakın, karib, aksa, uzak. تمرين دينلمة متني دينليلم لنستمع إلى النص صفاتları kişilere göre işaretleyelim ونمشير على الصفات بحسب الأشخاص اللي عم يتكلموا عنا بان وعنا آيلن يعني مثلا بالنص رح تقول صفات هي موجودة فيها إلا تمام وصفات موجودة بفيتها آيلن نحن بدنا نقول مثلا إذا كانت تشالشكان منأشر على بان تمام إذا كانت لبان إذا كانت لآيلن منأشر على آيلن وإذا كانت للاثنين بنأشر للاثنين، كمان رح نبعث المقطع الصوتي وأنتم حلوه صوروا لنا إياه. يازما الموضوع سيز ناصل بريسنس أنتم كأشخاص كيف؟ يوكاردكي صفاتلار كولانالم ذي كانديميزي تانتالم لنستخدم الصفات التي في الأعلى حكينا عنها من شوي ونعرف على نفسنا، يعني الموضوع لازم شغلات ثلاث سطور لست سطور. Konuşma. En yakın arkadaşımızı tanıtalım. Kemal bitsir yazma. راح تعرفوا على الصديق الأقرب شيء لكم. أول شيء أو كيم من يكون إيش اسمه؟ كات يشندا كم عمره؟ ني إيش يابيور؟ ماذا يعمل؟ نصل بير إنسان. كيف هو كشخص؟ الصفحة رح تكون وظيفة رح اشرح لكم عن الأسئلة وانتم بتحلوها وبتصوروا لنا اياها. أشرتكي يا مشتكلاري دوزلتلي لنصحح الأخطاء التي في الأسفل. السؤال الثاني أشرتكي جواب لرا سرولار يظلم يعني احنا حاطين الأجوبة ونحن بدنا نكتب أسئلة مناسبة لإلهم. السؤال الثالث أشرتكي صفات لرن زد أرمام لرن يظلم لنكتب الصفات العكس لهدول الكلمات. السؤال الرابع أشادكي سرولارو جواب ليلم لنجيب على الأسئلة التي في الأسفل. والخامس أشادكي كيشيلاري يرلار إلى إيش لاشتريلم يعني نحن هون عنا صفات لأشخاص لازم نوصلهم بالمكان اللي بيشتغلوا فيه.